تركات الحياة مش مناسبة للبرنامج الوطني لكفاح الدائري كلب، إدارة الرعاية الصحية الأساسية، وزارة الصحة. جوسكا توجور مالوغوزمون سجلنا 9 حالات دائري كلب لدى الإنسان، وكانت الحالات راه متهيئة كلهم. آخرهم الوليد الله يرحمه اللي داولة تاورو برشا في مواقع التواصل الاجتماعي، معاه هو 8 أخوين، راهم فما صغار 3 سنين و9 سنين، ومعناها وصلنا لحالات اللي تفيد إذا وصلنا لهمش كيف عنا الحالات لدى الكلب لدى الحيوان. وصلنا ل 232 حالة، دونك الوضعية نصفها بالحرجة، معناها وضعية خطيرة بالنسبة لنا احنا. الوضع الوبائي لدى الكلب ولا خطير، شنو اللي يلزمنا نعملو؟ يلزمنا لا بريفونسيون باش بريفونسيون، يعني وقت اللي تتعرف تخبش ولا معناها تتلحظ على جرح مفتوح، تاخذ مجال الإصابة بالموت 15 دقيقة وتتوجه لأقرب مركز صحي. حتى حيوانك اللي هو ملقح في الدار، كلبك ولا خطوسك، كي يقدمك ولا يخبش، كيف كيف تمشي تتلقى العلاج، هما حسب الحيوان يكون معروف ولا مش معروف. فما بروتوكول معين، وراهو البروتوكول مش جرعة واحدة، راهو فيها بروتوكول فيه بوكو دو دوز سلون لو بروتوكول، دونك اللي يعطيهم لك معناها كالندري يلزمها تتبعها وتوصل للآخر. راهو دا الكلب ما فيهش دواء، راهو وقت اللي يخرجوا الأعراض رانا ما فما حتى دواء يشفي من دا الكلب. الحاجة الوحيدة اللي يلزمنا نتلقاو العلاج الوقائي في 24 ساعة الأولى، وقت اللي نتعرضوا ولا نتخبشوا ولا نتلحظوا على جرح مفتوح. إذا عندنا كلب ولا قطوس كيف كيف في الدار، يلزم يتلقح كل عام. راهو الحيوانات تتلقح كل عام، وراهو التوقيح كيف كيف مجاني متوفر في مندوبيات الفلاحة، وتلقاو لي ليست فاكسيناسيون تاع العباد والحيوانات الزوز على موقع www.engage.tn. الموقع هذا يعطيكم، هو نجم تدخلوا له ايدي جينيرال على التسكي يهم الراجل، وتلقاو فيه لي سنتر دو بريز ان شارج اومان ولي سنتر دو فاكسيناسيون انيمال. كيف كيف بالنسبه للكلاب السايبه، بديت نوضح راهم الحالات معظم الحالات نتاع الوفيات منذ عوام على 3 سنين 4 سنين الاخرى كلها مكتومه من كلاب سايبه ولا قطط سايبه. وحالات الوفيات هذوما مع عباد يا دخل جرو الطير لدارو يا قطوس لدارو، دونك حيوان مجهول ما ندخلوش لدارنا الا ما يتعدى على طبيب البيطري ياخذ التلقيح اللازم تاعو، ياخذ الفحص تاعو، وبعد نجم ندخلوه. راهو تعامل مع الحيوانات السايبه، ردوا بالنا، راهو يدخل انت كلبي في الدار، اذا خرج وتعارك مع قطوس ولا كلب اخر راهو ينجم يصير له كونتاميناسيون حتى هو ملقح. دونك ردوا بالنا، ردوا بالنا على رواحنا، لقحوا حيواناتنا، ما نخرجوش الكلاب والقطط السايبه. On respecte l'heure de enlèvement تاع لي زوفيغ، راهو تريز امبورطون، خاطر احنا راهو المشكل الاساسي في تكاثر الكلاب السايبه راهي اللي ولات متوفره الفضلات. راهي الكلبه قد ما تاكل وقد ما تجيب الطعام، معناها تعود باش تكون 5 6 تاكل بالبدا وتلقى الماكله نتاعها تولي تجيب 10 و12، وهذاك السبب الرئيسي في تكاثر الكلاب السايبه. وكيف كيف زاد البروبريتير، زاد نعرفوا احنا برشا عباد يربي الكلب ولا قطوسه تولد يطيش صغارها في الشارع، زاد هذايا ماهوش معقول. راهو الحيوان وقت تربيه في دارك لازم تتلهى بيه، يمرض تداويه، تلقح له كل عام، كانك عندك صغير اخر في الدار. دونك هذايا سي تري امبورطون السونسيبيليزاسيون للكلب، وينجموا هما بيتهم يعديوه للانسان.